اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده ما شاء الله زي ما شفنا في التقرير اللي فات نجم كبير وهو لعيب كره في النادي الاهلي، وايضا نجم كبير وهو مدرب، الكابتن الكبير كابتن خالد جد الله. منورنا كابتن خالد. كابتن اسامه انت اللي منور، وسعيد ان انا موجود معاك، واشكر طبعا استاذ عبد الحكيم ابو علم على التقرير الجميل المحترم. كل فريق الاعداد بقى، الناس كلها عامله لك شغل حلو النهارده. والله كل فريق الاعداد يعني انا بشكرهم جدا، استاذ محمود شوي وعلي توحيد وكل الناس وزحمه النشاط، يعني انا بحييهم وبقدرهم والف شكر على كل حاجه كويسه بيعملوها معايا. ده اقل حاجه نعملها لحضرتك، يعني كنت نجم كبير. نبتدي بقى من اخر حاجه، المرحله الحاليه دلوقتي اللي موجود فيها الكابتن خالد جد الله مدير قطاع الناشئين في البنك الاهلي. تجربه مش جديده لكن تحدي جديد في نادي يعني السنه اللي فاتت ما كانش محقق نتائج، لسه بيبتدي يعمل قطاع ناشئين، فاختار الكابتن خالد جد الله عشان يبدا يكون له قطاع ناشئين، وفي شغل كبير خلال الفتره اللي فاتت عملتها. احكي لنا بقى البدايه جت ازاي والتفاصيل خلال الفتره اللي فاتت. هي البدايه كابتن اسامه يعني تلقيت اتصال تليفوني من اللواء اشرف نصار اللي هو رئيس مجلس اداره نادي البنك الاهلي، شخصيه محترمه جدا، وعرض عليا ان انا امسك قطاع الناشئين في نادي البنك، ورحت قعدت معاه واتكلمت معاه. هم يعني عايزين يطوروا قطاع الناشئين بشكل كبير جدا، اللي هو اشرف نصار واستاذ محمد عبد المنعم والعميد حاتم. من هنا كان الكلام، وشفت ان هم بيتعاملوا باحترافيه كبيره جدا وناس محترمين جدا، فحبيت ان انا اتعامل معاهم، وفعلا عملت عقد مع نادي البنك الاهلي وابتدينا. طبعا مراحل اخذنا في الاول، السنه اللي فاتت القطاع يمكن في البنك الاهلي النتائج ما كانتش بالشكل اللي هم كانوا يتمنوه. هم عايزين يطوروا القطاع بشكل كبير جدا وبشكل كويس يتماشى مع الفريق الاول في الدرجه الاولى في الدوري الممتاز. الفريق الاول ماشي بخطى ثابته في نص الجدول، بيعملوا نتائج كويسه وعروض كويسه مع خالد جلال طبعا مدير فني محترم. فمن هنا جت الفكره ان لازم يطوروا قطاع الناشئين، ولازم قطاع الناشئين يتبصلوا ان هو ازاي يغذي الفريق الاول بلعيبه على مستوى كويس. من هنا ابتديت طبعا، حطيت خطوات عشان بس الواحد يبتدي يشتغل. اول خطوه طبعا كان لازم نعمل اختبارات على مستوى عالي، لان نشوف ان احنا نقدر نضم لعيبه كويسه جديده بالنسبه للنادي. عديت المرحله دي، عملنا اختبارات، ويمكن المرحله دي انا فوجئت بيها، انا حسيت ان انا في النادي الاهلي من كتر الزحمه وعدد الناس. عدد كبير بيحضر. عدينا ال 3000 تقريبا، ودي حاجه طبعا بالنسبه لاختبارات البنك الاهلي كان الرقم يعني رقم محترم جدا. وفعلا من الاختبارات طلعت تقريبا بحوالي 7-8 لعيبه. حلو. على مستوى الاعمار المختلفه بدءا من 2003 و2005 و6 و7. فدي كانت مرحله الحمد لله عدت بنجاح وبشكل كويس جدا بشكل محترم. المرحله اللي بعديها كان تشكيل الاجهزه الفنيه والاداريه. وطبعا انت بتعيد الصياغه من الاول كلها بالظبط. فطبعا دي عمليه شاقه جدا. انت عايز تجيب برضو ناس على مستوى عالي من الكفاءه ومن الموهبه عشان يحصل تطوير على المستوى الفني والإداري. كويس. أنا كان اللي يهمني جدا المستوى الإداري قبل الفني، لأن لو المستوى الإداري اتظبط ده هيؤدي إلى نجاح الهيكل الفني بشكل كبير كله جدا. كله منظومة كاملة. منظومة كاملة. ابتديت الحمد لله، خلصت المرحلة دي وتم تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية. الحمد لله بالنسبة للفرق بدءا من 2001، مواليد 2001 و2003 و2005 و6 و7 و8. يعني الست بطولات دول هنشترك بيهم في بطولة الجمهورية. مش كتير الفرق دي، في نادي النهارده ممكن يقول انا اركز في 3-4 فرق والباقي ادخل بيه منطقة، يبقى تركيزي اكبر على الفرق دي واقدر انافس واقدر واقدر واقدر. احنا عملنا كده، الست فرق دول قلنا جمهورية، في فرقتين 2009 و2004 دول هيلعبوا منطقة. احنا قلنا برضو الاحتكاك لما يبقى قوي بالنسبة للولاد دي هتبقى فايدة بالنسبة لهم كبير. الهدف من السنة دي بإذن الله تحسين طبعا النتائج وتحسين أوضاع الفرق من حيث الترتيب في الجدول. السنة اللي فاتت يمكن كان ترتيبهم متأخر شوية. بإذن الله السنة دي على المجهود المبذول والشغل اللي موجود اللي بيحصل دلوقتي، نتمنى إن الترتيب يبقى الفرق يبقى أفضل. يعني على الأقل نطلع 6-7 مراكز لقدام بإذن الله. السنة الجاية يبقى في شغل تاني بالنسبة للمنافسة أو مربع ذهبي أو إن أنت تقدر تاخد بطولة. ولكن برضو السنة دي أنت عارفني يا كابتن أسامة، أنا في الشغل يعني إيه عنيد شوية. لا هيبقى لينا شكل،
وهيبقى لينا تواجد قوي جدا 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 على مستوى الفرق الست فرق اللي انا قلت لك عليهم باذن الله تعالى. المهم برضو يا كابتن خالد، ودايما معودنا بعينيك الحلوه انك تكتشف مواهب، يعني مع ترتيب المركز تكون افضل للسنه دي البنك الاهلي، برضو انك انت بتكتشف مواهب. انت لما اشتغلت في النادي الاهلي اكتشفت لعيبه كتير، ابرز اللعيبه، وهرجع للبنك الاهلي، ابرز اللعيبه اللي اكتشفها كابتن خالد جد الله وهو موجود في النادي الاهلي في مدار سنين طويله، على مدار اجيال بقى كبيره. يعني اولهم كابتن اسامه حسني اللي هي الشرف، وانا اللي لي الشرف، وانا سعيد جدا لما بقعد قدامك وانت بتحاورني. انا بفتكر بقى بداياتك معايا منتخب الناشئين. فالحمد لله رساله الواحد اداها بشكل محترم، والحمد لله بقى سعيد جدا لما بشوفك. احمد بقى، خد بقى احمد بلال، امير عبد الحميد، محمد جوده، حسن مصطفى، هاني سعيد، احمد السيد، يعني انا ناس كتيره جدا اكيد هنسى حد، ولكن على مستوى الاجيال متعاقبه وفي منتخبات مصر لعيبه كبيره جدا طبعا على مستوى منتخب الناشئين ومنتخب الاولمبي اللي انا توليتهم برضو. فالحمد لله انا لما بشوف بقى مثلا احمد بلال في الاستوديو التحليلي او اشوفك في الاستوديو التحليلي، افتكر ايام زمان وببقى سعيد بي جدا 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 بيكوا، وانا بسمعكوا بقيتوا اعلاميين كبار ومحللين كبار، وده يعني بيديني سعاده كبيره جدا. تعلمنا تحت ايدك يا كابتن خالد. البنك الاهلي السنه دي في ولد جبته من النادي المعادي، ده مواليد 2001، ده باذن الله يعني تعالى هيبقى اضافه كبيره جدا كويس في فرقه 2001، وهيبقى اضافه كبيره جدا للدرجه. يعني هنبدا نسمع بقى الفريق الاول في البنك الاهلي يبدا يستعين بقى ببعض العناصر بتاعنا. لا والمنتخبات يعني فرقه 2003، لا عندنا، انا اتفرجت على ماتش المغرب ومصر، اتفرجت على فرقه المنتخب بتاعنا بتاع 2003 لا فرقتنا فيها 3-4 لعيبه يقدروا يعني يكون ليهم تواجد ويكون ليهم حضور ويكونوا اساسيين كمان في منتخب مصر، وده اللي هنشتغل عليه باذن الله. ودي فرصه النهارده في دوري الجمهوريه، المديرين الفنيين بيتابعوا وبيشوفوا كل الفرق وبينزلوا بنفسهم وبيبعتوا برضو مدربين وبيكتبوا تقارير. فرصه بالزبط. ان شاء الله يكون موجود من بنك الاهلي لعيبه في منتخب مصر. وحضرتك موجود في مسابقات الناشئين بقالك فتره كبيره، قول لي تقييمك لمسابقات الناشئين الموجوده في مصر، ورؤيه الكابتن خالد جد الله لو حصل اجتماع في اتحاد الكوره وبيستعين برؤساء قطاعات الناشئين في مصر، ايه اللي انت بتفضل انك تطوره في الكره المصريه في قطاعات الناشئين؟ اول حاجه مواعيد بدء المسابقه ونهايتها، يعني دي اهم حاجه، ده الاساس اللي انت بتبني عليه اي شغل. لازم يكون عندنا جدول محترم بدايته بتبقى معروفه، يعني احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش القايمه، القوائم هيفتحوا القايمه الاولى امتى المسابقات امتى، انت بقى وبختك. يعني لحد دلوقتي مفيش اي اخبار، ما تبعتش الانديه القايمه كام ولا امتى ولا المسابقه ميعادها امتى؟ لا ما فيش، يعني هي كلها تكهنات، بنسمع اخبار من بعيد، ما فيش اي حاجه رسميه، فدي الاساس. وانت يعني النهارده في شهر 8 بالظبط كده، ده الاساس. يعني انا سمعت ان ممكن 15/9، انما هو كلام بس ما فيش اي حاجه رسميه جات لنا، فده الاساس. نمره 2، مشكله مسابقات الناشئين عندنا ان احنا برضو بنبص لها بنظره مختلفه، كل الناس بتجري ان هو يكسب بطوله، وهو ده مش الهدف الاساسي. الهدف الاساسي ازاي اصنع لاعب كره قدم محترم يكون ليه مستقبل ويقدر يكمل. فاشتغل معاه الشغل بيبقى محتاج وقت اطول، بحيث ان انا اضمن ان هو يقدر يكمل في كره القدم. في بقى موضوع التسنين، تلاقي نفسك يعني مثلا فرقه 2008 السنه دي انا بشفق عليهم جدا، لان هيلعبوا في بطوله قوية جدا، هتلاقي ناس كبيرة وناس مسننة وما تقدرش تعمل حاجة لأن الورق بيبقى مظبوط، فهي حتتين مهمين جدا. هل النهارده الأشعة اللي كانت تتعمل علشان نشوف العظمة اللي في الرزق عشان ممكن تتعمل ونتفاداها في 2008 المسابقة اللي ممكن يحصل فيها تسنين وفيها تزوير والكلام ده؟ لازم تتعمل، ولازم احنا ندور ازاي نكتشف عملية التسنين. النهارده في التمرين على فكره احنا بنبتدي ثلاث فرق بيبتدوا من 8:30 الصبح، يعني اول فرقه ال 2001 8:30، وبعدين 2003، وبعدين 2008، وبعدين 2005 و6 و7 بنبتدي من 3 لغايه 6:30 بالليل. النهارده جالي ولد جديد في فرقه 2008، طبعا الولد شكله من خبره الواحد ومن كتر يعني من كتر الشغل ومن كتر احتكاكه باللعيبه، فالولد شكله كبير 2008، فهو واقف قدامي، فانا يعني ايه قلت له طب انا عايز اسالك سؤال، انت قلت له انت فعلا 2008؟ قال لي ورقي مظبوط يا كابتن وانا 2000. قلت له طب مقاس رجلك كام؟
تخيل قال لي يا أسامة 47 ده 2008 قبل الميلاد. فقلت له طيب يعني نزل بلعبه طبعا. اعتذرت له لان انا عارف يعني هو واضح يعني من شكل رجليه ومن شكل التكوين الجسماني بتاعه. لا فاحنا بنتفادى طبعا الكلام ده، ولكن لازم يكون في حدود للكلام ده ما يحصلش في الدوري، يبقى في رقابه. يعني اول نقطه ميعاد بدايه المسابقه نهايتها امتى؟ تاني نقطة موضوع التسنين. التسنين يبقى ازاي؟ يبقى الكشف عن اللعيبة اللي ورقها مش سليم، اللعيبة المسننة، علشان نخدم المواهب اللي بالزبط. موجودة. لأن فعلا موضوع التسنين ده يعني اللعيب المسنن بياخد فرصة ممكن لعيب تاني تكوينه الجسماني أقل شوية ولكن في المهارة هو أعلى. فهي دي بس عشان يبقى في عدل ما بين اللعيبة. تمام. إيه تاني؟ أبرز الحاجات اللي أتمنى كابتن خالد إنه يحلها أو يشوفها في الموسم الجديد. ارتفاع مستوى التحكيم، يعني التحكيم على مستوى حتى في مسابقات الناشئين طبعا بيبقى في مشاكل مش مقصوده طبعا. كل الحكام بتجتهد، وحكامنا المصريين طبعا كلهم على اعلى مستوى. ولكن برضو ممكن بتلاقي ان بيبقى في قصور في بعض المباريات. حكم قليل شويه ضيع منك مباراه بالظبط كده، بيضيع مجهود، ممكن يضيع لك مجهود سنه كامله يعني. فهم دول الثلاث حاجات. شايف الملعب ما شاء الله حلو بتاع البنك الاهلي، واحنا بنقول في التقرير الملعب كويس. برضو الملاعب لما تروح تلعب في اماكن اخرى وانديه اخرى، الملاعب برضو ان الملعب مهم، ان الموهبه تقدر تطلع. دي من الحاجات اللي مجلس اداره النادي اشتغل عليها كويس. بقياده طبعا لواء اشرف نصار ومع الاستاذ محمد عبد المنعم والعميد حاتم، ان هم وفروا ملعب يليق بالتطوير اللي هم بيفكروا فيه. كويس. فالملعب دون احنا بنتمرن عليه وهنلعب عليه ماتشات. كويس. وهم مأجرينه يعني من الصبح لبالليل تقريبا الملعب بتاعنا، وفي كل الامكانيات من ناحيه اوض لبس محترمه جدا. من ناحيه يعني مختص الجيمنيزيوم، كل الادوات اللي احنا محتاجينها موفرين، يعني امكانيات موفرين كل حاجه. طب بعد السؤال اللي سالته لك ده، السؤال الافتراضي، اتحاد الكوره بعت لكم عشان يقعد معاكم يسمعكم؟ لا خالص. لا اذا كان مش عارفين الدوري امتى وانا وانا بقول لك على الهوا ولا يقعدوا معاكم ولا هيسمعوكم اساسا والله. ربنا يسهل ويبعتوا لنا ان شاء الله. طب لما يبعتوا يسالوا نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع كابتن خالد جد الله مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد، نستكمل حوارنا مع ضيف الكابتن خالد جد الله. كابتن خالد، كنت بسأل حضرتك قبل الفاصل عن المنظومة داخل نادي البنك الأهلي، وقلنا من أهمها المدرب الموجود النهارده. برضو يعني حطينا في الصورة البرامج اللي تم وضعها من قبل الكابتن خالد جد الله عشان تطوير المدرب، وكان كلام حضرتك إن المدرب عنصر مهم جدا في المنظومة، هو اللي بيقدر يطور اللاعب، هو اللي يقدر يعني بخبراته ينقلها للعيب فيحصل التطور للاعب. المدرب وتركيزك على المدرب داخل منظومة نادي البنك الأهلي. هو في البداية اختيار المدربين. يعني أنا في البداية حاولت بقدر الإمكان أختار الناس اللي أنا اشتغلوا معايا قبل كده، يعني في ناس تعرفها، يعني ناس أعرفها من قبل كده واشتغلوا معايا. فجبت يعني أحسن ناس كويس. في الأماكن اللي موجودة اللي اشتغلوا معايا من قبل كده. اللي هم يكونوا فاضيين يعني مش مرتبطين بحد. وفي نفس الوقت استعنت برضو بأفضل الكفاءات اللي موجودة كانت من السنة اللي فاتت في الجهاز بتاع نادي البنك الأهلي من البنك الأهلي. كويس. فأنا جبت ثلاث أجهزة من بره نادي البنك الأهلي، اللي هو جهاز مثلا 2001 ده المدير الفني إسحاق أول ومعاه أحمد عبد الرحمن كمدرب، ومدرب حراس المرمى أمير عبد الحميد. يعني أمير برضو من الكفاءات الكبيرة جدا، عنده خبرة كبيرة جدا، نجم كبير جدا، وفي نفس الوقت برضو بيشرف على مدربين حراس المرمى على في القطاع بحيث ان هم يستفيدوا من خبراته. بالنسبه لفرقه 2003 جبت ياسر محمدين ومعاه وائل عنتر ومعاهم العراقي مدرب حراس مرمى. بالنسبه لفرقه 2005 و6 و7 تامر جبر ده من النادي المدير الفني بتاع 2005، محمد رمضان مدير فني بتاع 2006، سلامه كابتن سلامه مدير فني 2007. دول من الكفاءات الممتازه جدا وليهم هيبقى مستقبل باذن الله، واعدين جدا مستقبل كويس جدا. دول من نادي البنك الاهلي. الجهاز بتاع 2008 جبت عمرو الطحاوي ومعاه وحيد ومعاه ناجي كمدرب حراس مرمى. انا انتقيت احسن الناس
اللي هم فاضيين ما بيشتغلوش، يعني مش مرتبطين بمكان، ما سابوش مثلا الاماكن وجوم، لا هم كلهم كانوا فاضيين، والحمد لله حطينا اسس فنيه احنا شغالين عليها بقدر الامكان الولاد يستوعبوها. على طبعا بناخدها مرحله مرحله، بحيث ان الولاد النقله اللي حصلت دي نقله التطوير من السنه اللي فاتت للسنه دي، الولاد يحسوها سنه سنه، من خلال بقى طبعا المحاضرات اللي انا بقعد فيها مع المدربين، من خلال متابعتي للتدريبات، من خلال وقوف على السلبيات والقعاد معاهم ان احنا نحاول نصلحها، لان انا متواجد من الصبح لغايه بالليل. يعني الفتره دي بالذات فتره متعبه جدا، فتره التكوين تاسيس دلوقتي، التأسيس، وعايزين نخش في مرحلة تدعيم الفرق. احنا برضو نقطة مهمة جدا ان عشان نعمل نتائج احسن من السنة اللي فاتت لازم كل فرقة تدعم ما بين 4 5 6 لعيبة، وده اللي انا دي المرحلة اللي وصلنا لها دلوقتي اللي انا شغال عليها بإذن الله، بحيث ان احنا لما نخش مرحلة المباريات الودية بعد كده وبعدين المباريات الرسمية يبقى كل تيم وصل لشكل محترم. ما شاء الله منظومة محترمة يا كابتن خالد جدا. لا وكلام المدربين كلهم في حب كبير والناس مقدراك وبتحبك جدا. الحمد لله، وانا بحبهم جدا وسعيد بيهم جدا وسعيد بالشغل جوه نادي البنك الاهلي. لان فعلا منظومه محترمه جدا، الاداره اللي هو اشرف نصار والاستاذ محمد عبد المنعم والعميد حاتم بيشتغلوا باحترافيه كبيره جدا، وعلى فكره بيفهموا في كوره كويس قوي. يعني من الناس القليله اللي انا اتعاملت معاها بتفهم في الكوره بشكل كويس جدا جدا جدا. فمنظومة بيسودها الحب، مش موفر لنا كل حاجة، مش هيتأخروا علينا في أي حاجة. فبإذن الله يعني أنا بقول يعني لكل فرق قطاع الناشئين في الأندية خدوا بالكم من البنك الأهلي السنة دي. استسمحك نروح لفاصل، وبعد الفاصل بقى نتكلم عن الأهلي تحت أمرك. فاصل وبعد الفاصل مع الكابتن خالد جدلة والحديث عن النادي الأهلي. صراحة النادي فيه تغيير جامد جدا، ويعني كل سنة النادي بيتطور أكتر، كل سنة يعني بيبقى فيه تغيير، بس السنة دي فيه تغيير خاص كده عشان سيادة اللي هو أشرف نصار مهتمة جدا السنة دي بقطاع الناشئين، ومعاه كابتن خالد جدلة رئيس قطاع الناشئين هو المهتم جدا ومراعينا جدا، ومصرين إن السنة دي إن شاء الله فيه تغيير جامد في النادي، ولازم ننافس على القطاع، لازم ننافس على الجمهورية 2005 واسمه ايه ده، وان السنه دي ان شاء الله في منافسه كبيره مع الانديه الكبيره في القطاع. في تطور كبير في النادي ان شاء الله، وفي تغيير في التمرينات ان شاء الله، الجهاز هيبقى هينافس مع الانديه الكبيره على الجمهوريه، وان شاء الله نطلع بشكل كويس السنه ان شاء الله. نهتم بجسمنا، نهتم بالنوم، باكلنا، نهتم بالتمارين، نحترم المجهود اللي احنا بنحطه في التمارين، ان احنا عاوزين نبان بشكل كويس، وعاوزين في الاخر لعيبه كوره، ونهتم بنفسنا عشان نوصل اللي احنا عاوزين نحققه، وان شاء الله نعمل موسم كويس. طبعا في تطورات كبيره من سنتين طبعا. كابتن خالد جد الله فرق معنا جدا وطور لنا النظام، وان شاء الله هنبقى من احسن قطاعات في الجمهوريه وهننافسهم كمان ان شاء الله. طبعا ان احنا نحافظ على نفسنا، وفي التمرينات ما ناذيش بعض، نحافظ على بعض كلنا، ودايما المكسب هو لازم يبقى حاضر، ما ينفعش نخسر اي نقطه. بس ان شاء الله يعني انا شايف تطور كل سنه عن قبلها، في تطور هايل في المنظومه بتاعه البنك وفي قطاع الناشئين، وان شاء الله قطاع الناشئين هيعمل حاجه كبيره السنه دي، وان شاء الله هيكسر الدنيا وهننافس على الجمهوريه. التعليمات ان احنا اهم حاجه نبقى منظمين حياتنا بره الملعب وجوه الملعب، عشان ده هيأثر علينا في فتره الاعداد اللي احنا فيها دلوقتي، ولازم يعني نبقى مرتبين اكلنا ونومنا، كل حاجه تبقى مترتبه، وتماريننا بمواعيد وخروجنا بمواعيد، كل حاجه لازم تبقى بمواعيد عشان نقدر نقف على رجلنا بقيه الموسم ان شاء الله. طبعا هي كلها سنه بالكتير او سنتين، وكابتن خالد جلال هينزل يتفرج علينا وهيشوف منا لعيبه، واللي يستحق يطلع ان شاء الله هيطلع وهيكسر الدنيا فوق ان شاء الله. كابتن خالد عايز اكلم حضرتك عن النادي الاهلي بقى، تسيب البنك الاهلي ونتكلم عن النادي الاهلي. طيب قبل ما نتكلم عن النادي الاهلي نستعرض مع حضراتكم قائمه النادي الاهلي اللي هتواجه نادي فاركو غدا في الدوري الممتاز، زي ما احنا شايفينها قدام حضراتكم دلوقتي قائمه النادي الاهلي. في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير،
خط الدفاع رامي ربيعه، محمود متولي، ياسر ابراهيم، ومحمد عبد المنعم. عوده اخرى محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني، محمود وحيد، محمد اشرف، واحد من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، محمد اشرف من اللاعبين المميزين. خط الوسط اليو ديانج، مجدي قفشه، محمد فخري، محمد محمود، وزياد طارق، وليد سليمان، بيرسيتاو، عوده مره اخرى لبيرسيتاو بعد الاصابه، وميكيسوني. خط الهجوم حسام حسن. ببقى سعيد لما الاقي ناشئين في قائمه النادي الاهلي، يعني مصطفى شوبير، محمد اشرف من اللاعبين المميزين، محمد فخري، زياد طارق. بكون سعيد واسعد الناس لما الاقي لعيبه قطاع الناشئين موجودين بالنادي الاهلي، محتاجين بس فرصه، وان شاء الله يقدروا يمسكوا في الفرصه. وبنقول بيرسيتاو وحمد لله على السلامه، عوده من الاصابه مره اخرى وموجود في قائمه النادي الاهلي في مباراه فاركو. كابتن خالد، وحضرتك بتتكلم عن الحاجات اللي نفسك تشوفها السنه الجايه في قطاعات الناشئين او في المسابقات، ابتداء المسابقه، ميعاد بدء المسابقه، وميعاد الختام. النادي الاهلي بقى له 3 سنين الفريق الاول، 3 سنين متواصلين مفيش راحه. النقطه حضرتك بتتكلمها بقى البدء والختام. النادي الاهلي بيمر بالظروف الصعبه اللي دلوقتي، من احد العوامل المهمه انك بقالك 3 سنين اللعيبه دي ما ريحتش. طبعا في لعيبه مقصره في حق نفسها وفي حق النادي الاهلي، لكن العدد الاكبر او القوام الرئيسي ما بيريحش، سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، وبيدفع الضريبه في الاخر النادي الاهلي. بالظبط كلامك كابتن اسامه مظبوط. لعيبه النادي الاهلي خلال 3 سنين اللي فاتوا اشتركوا في العديد من البطولات، بطوله افريقيا، كاس عالم انديه، دوري، كاس مصر، سوبر افريقي، سوبر مصري، منتخبات، لعيبه منتخب مصر 3/4 من لعيبه النادي الاهلي، 7 أو 8 لاعبين. وضع طبيعي نوصل للمرحله اللي احنا فيها. زائد عناد الكوره، في حاجه في الكوره ساعات الكوره بتعاند، هي الكوره معندانه شويه، يعني على كل برضو الكلام ده، الاجهاد واللعيبه تعبانه وكل الكلام ده، في لعيبه لازم تدوس على نفسها شويه بحيث ان هي تبان بمستوى افضل من كده، لان عندهم امكانياتهم تسمح ان هم يبانوا بشكل افضل من اللي احنا بنشوفه. بس في نفس الوقت الكوره معندانه، الكوره دي المدوره دي ساعات لما بترضى وساعات تبقى مش عايزه، هي مش عايزه شويه، محتاجه مننا شويه اراده، شويه تصميم من اللعيبه. واحنا بطوله الدوري لسه موجوده ولازم نلعب لغايه اخر نفس. الكوره فيها كل حاجه، ما تعرفش، المهم ان احنا ما نقصرش. عدم التوفيق اللي احنا بنشوفه من ناحيه قرارات حكام ساعات بتبقى مش، يعني هم ما بيبقوش قاصدين، ولكن ما بيبقاش فيها توفيق، بتبقى في قرارات برضو الواحد ما بيبقاش راضي عنها، حاجات بتبقى باينة. في حتة مش قاصدين، في جزء منهم ممكن يكونوا مش قاصدين، وأنا هنا يعني مش عايز أحلف لك على الهوا وأقسم لك على الهوا، لا، في جزء بيكون موجه وجزء قاصد وعارف ومحدد في المباراة دي عايز أطلعها كام، سواء حكم الساحة أو حكم الفار. يعني أتمنى إن ربنا يهديهم، لكن في الآخر ما بنرميش شماعتنا على الحكام. بالظبط، اللعيبة عليها جزء كبير جدا في الفترة اللي جاية. إحنا عندنا مش مشكلة، ولكن الفترة بتاعت موسيماني بالذات، الفترة قبل ما يمشي، كان مستوى التدريب كان يمكن نقدر نقول 20-30%، اللعيبة ما كانتش بتمرن. من ناحية يعني دايما إجهاد، راحات كتيرة كانوا بياخدوها. لما ابتدى الشغل دلوقتي اللعيب البديل، يعني اصلا واللعيب البديل، اللعيب البديل اللي كان المفروض يجهز في ده كان المفروض يجهز بشكل افضل، كان في ماتشات وديه للناس اللي ما بتلعبش الماتشات الرسميه، يعني التجهيز بالنسبه لل 30 لعيب الموجودين عندك ما كانش موجود، معتمد على 14-15 واحد عمال بتشتغل معاهم، اللعيبه الثانيه نفسيا وخططيا وتكتيكيا بعاد جدا، غير لائقين ان هم يلعبوا، حتى لما كنت بتجيب حد بتلاقيه مش فت. فالفتره دي مع الفترة اللي موجودة بقى دلوقتي ابتدت الفرقة تشتغل وابتدت تتمرن، عشان كده بنشوف إصابات. الماتش اللي فات، ماتش المقاولين، فيه 2 لعيبة في الشوط الأولاني متعورين، دي حاجة برضو مش يعني حاجة ما بتحصلش، ده برضو من سوء الظروف، سوء التوفيق اللي احنا بنقابله، يعني من ضياع فرص، ضياع بينالتي، 2 يتعوروا الشوط الأولاني. ولكن نتمنى ان احنا النادي الاهلي نادي كبير، هنطلع، لازم نطلع من اللي احنا فيه ده باسرع وقت، ما نقعدش فيه كتير، وهو لاعبتنا قادرين على هذا الكلام. وانا متفائل، وباذن الله الفتره اللي جايه هتكون احسن من اللي فاتت باذن الله. مع وقوع النادي الاهلي في بطوله او بطولتين، بدات تظهر ناس كانت مستنيه الوقعه دي، يعني ما كناش شايفينها على مدار 3 سنين فاتوا، وانت بتطلع على منصات التتويج العالميه، كاس عالم انديه، وفي أفريقيا، وفي دوري مصري، مجرد الكيرف
انحنى بس شويه، بدات تظهر الناس دي. انا لما بشوف الناس دي يا كابتن اسامه بضحك. ليه؟ لان دايما الناجح اعدائه كتيره، والشجره المثمره تلاقي ناس كتيره قوي بتحدفها بالطوب. نادي الاهلي كبير قوي، غني ببطولاته بتاريخه بجماهيره كل الكلام ده. انا لما بشوف اي حد بيتكلم وحش على النادي الاهلي او بيحاول ان هو تعرف لو بتنتقد فني ماشي اسمعك، ولو في وخلي بالك طول ما انت ماشي حتى لو ما بتكسب بطولات في اخطاء، محدش معصوم من الاخطاء بالزبط. بس النهارده لو انت بتوجه حتى انتقادك في حاجات اخطاء معينه حتى ممكن احنا نسمعها ونتعلم منها وناخد بالنا منها. أيوه. بس انت بتدخل في امور تانية. ايوه امور تانية، عايز تشوه الدنيا وعايز تدخل الناس في متاهات وتشغلها لا لو نقد بناء ماشي زي ما انت بتقول يا كابتن اسامه، ومفيش فرقه مبقاش فيها اخطاء، ولكن النقد اللي هو موجه وسوري في الكلمه يعني الكلام الكتير والكلام اللي مش كويس والالفاظ اللي مش كويسه ده المفروض ما يكونش موجود في الوسط الرياضي بتاعنا. ولكن احنا نادي كبير قوي قوي قوي، مش هيفرق معانا اي حد صغير يتكلم علينا. طب النادي الاهلي ليه امه او ليه الف امه؟ طبعا المثل ده بيتقال. طبعا ليه الف امه باذن الله. وبعدين قومه النادي الاهلي تخوف اي حد. ايوه يعني لما هنقوم زي الاسد بقى هناكل اي حد قدامنا. ولكن الفتره دي احنا يعني مش هنقول فتره وحشه، فتره بيمر بيها اي فريق كبير على مستوى العالم. مفيش فرقه بتكسب على طول، مفيش فرقه. خلي بالك خالد احنا بنتكلم في السنه دي الفتره اللي احنا بنقول بالنسبه لنا فتره احنا كجمهور النادي الاهلي ممكن مش مبسوطين منها، نتمنى فيها حصد كل الألقاب. انت السنه دي ابتديت الموسم بالسوبر الافريقي، كان في شهر 12 اخذته، كان امام الترجي، وزي ما احنا شايفين دلوقتي الشاشه ودي التتويجات اللي كانت موجوده السنه. رحت كاس العالم للانديه في الامارات اخذت مركز ثالث وانت بدون لاعبيك الدوليين اللي كسبتهم وفضلت مصلحه منتخب مصر. بالظبط. ختمت الموسم في شهر 5 في 30/5 بالوصول لنهائي افريقيا امام الوداد. ده الموسم اللي احنا بنصوره عليه وحش او الناس بتتكلم عنه دلوقتي ان هو موسم كارثي بالنسبه للنادي الاهلي. لا هو لا كارثي ولا حاجه. بطولات كتيره، بطولتين او ثلاثه، واصل نهائي افريقيا، خسرت كمان، اتحطينا في ظروف غريبه. يعني ماتش الوداد، ماتش الوداد ده ظروفه ما حصلتش. انا ماتش الوداد ده افسره يعني ان دي الناس عايزه تخسرك وخلاص، عايزه تخسرك بس يعني مخطط ازاي تخسر فرقه ثالث سنه تاخد بطوله افريقيا. بالظبط. مش قال لك مش حكر بقى على النادي الاهلي وعايزين فرق ثانيه. فاحنا فعلا السنه دي اتظلمنا كتير جدا جدا جدا، مخططات ضدنا بشكل على المستوى الافريقي ومستوى المحلي بشكل كبير جدا جدا جدا. ولكن النادي الاهلي يوم هيقوم ليه قومته بألف قومة، وهيقوم زي الأسد بإذن الله. وإحنا كل 10 سنين لما بيحصل القصة ريح تريح شوية، نريح شوية. فده عادي. شرفتنا ونورتنا يا كابتن خالد. شكرا يا كابتن أسامة، أنا كنت سعيد إن أنا موجود معاك. ده إحنا اللي أسعد بيك دايما، وأتمنى لك إن شاء الله في الموسم الجديد بالتوفيق مع نادي البنك الأهلي إن شاء الله. شكرا يا كابتن، ألف شكر. بشكر ضيفي الكابتن خالد جدلة رئيس قطاع الناشئين بالبنك الأهلي، بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. إن شاء الله الفترة القادمة هتسمعوا أخبار سعيدة جدا إن شاء الله تسعد كل جماهير النادي الأهلي. ملف كرة القدم دلوقتي على ترابيزة مجلس الإدارة ومجلس شركة كرة قدم بالنادي الأهلي، هتسمعوا أخبار سعيدة وصفقات كبيرة إن شاء الله. وزي ما بنقول النادي الأهلي لو وقع لألف أمة. نشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي على ألف خير وحلقة جديدة من الأشباك.